آمين أخيتي أسماء، ويفرجها على كل مهموم لا يعلم بحاله إلا الله سبحانه وتعالى. راه مني عداد مساكن كل وحدة وهمها، الله يفرج على كل ولية مسكين. اختي انا جلست هضنا على واحد البونجا غير كتزلق فيا، ماشي كون جلست غير فديك البلاصه اللي تنجلس فيها حسين ليا زعما. انا قال لك مشيت تبدل، لا انا غنطفي اصلا. يا اخي على وليداتي، صبر على وليداتي. يا اخي على وليداتي، صبر على وليداتي. اما كون كان شي بركابي كاع من هاد اولي والله الا كنهضر هنا والله الا زدتي فيه زدتي فيه وحق الله. اولي استغفر، انا كنهضر هو تيسولني. ان شاء الله على وليدات اخي، يستاهلوا وليداتي والله ما ندم على وليداتي. سيري لبلاصتك اللي كترتاح. واختي صافي دابا غنطفي. ويلي ويلي استغفر الله، عرفتي هاد البونجا؟ عرفتي البونجات مع ماشي ديك البونجا اللي قاصحة تتجلسي عليها كتبدا ت كي ضروب. صافي انا عقت، مني عقت وفقت صافي. ما في مشكلة يا زيزو، لكن تحكي توتة توتة هادي تتحط على الراس، هادي ما تطبخ ولا تدي. ايوة صحيح البنوتة مرات مرات اكون عيانة تجيب لي حاجة وتعيدني، لكن انا بنوتي هادي انا ادللها وانا اعمل لها وانا تدلع وتعيش. ها مالك مالك ولي بتحكي مع مين؟ ما تغمض عينك كده، حتى لو نعسان حتاكل، ما في نوم اصلا الحين. طيب شو اعمل؟ تيدوب صاحي، يلا صاحي خلاص كل وساعتها حدد موقفك. اما انا ساعدتك سؤال اختي، بالاستفادة الناموسية هذه اختي كيزلق هاد قاسة على هاد السرير كيزلق. بدلت البلاصة، شفتو السكوتش هادي على السكوتش على حساب الغبرة. يحلي ايامك الحبيبة ديالي، ارفعي يدك للسماء دائما حبيبي، دائما وابدا في كل يوم. ما لنا الا الدعاء. اختي يا اختي على جلسة جلست هنا يا اختي. ولي 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 الصفر الله زلق بي هذا. تزوجت لانه اصلا سوداني يعني. رحوا بالحبيبة ديالي، واش نوريك؟ بغيتي تشوفي؟ لا بغيتي تشوفي نوريك. راه موجود في المغرب هذاك كده، انا عشت كده داير بحال معجون هكا. انا في السودان. لا كاين واحد خديته ولكن كيسيح. اي رحو هو وهداك ديال محمود سعيد.
مشيو بحالتنا صافي صافي، اسكر اللايف كفاية، انا ذاتي نعس. امين اخيتي ان شاء الله اخي سمر، يا ربي امين اخيتي. عييت وحق الله الا عييت. لا لا ما كيجيش، كي عييت ما كيجيش. الله يعطي غباش من ابهاتك، عايش في بلاد الناس مفطح ومخلي مرا مسكينه معلقه في بلادو في هاد الاوضاع، والولد مريض ضروري هذا خاصو تابعوا ان شاء الله قضائيا.